الدكنه دي لازم تجيبي لي، عارفه حضرتك الدقيق العادي بتاعنا ده، الدقيق دي هتجيبي معلقه دقيق، وخاصه المناطق بين الفخذين وتحت الابط، تجيبي لي معلقه دقيق بس عادي خالص، تبلي المنطقه ميه وتجيبي لي معلقه دقيق وتحطيها كده، يبقى كان الدقيق لزق فين في الاماكن دي. وبعد كده تجيبي لي حته قماشه او حته شاشه، والحته الشاشه دي بعد ما تسيبيها مثلا 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، اللي هي نشفت بقى خلاص، احنا هي قلنا الدقيق ده لما بتحطيه على الميه بيلزق، اكيد، فتدهنيها كانك بتدهنيها بالدقيق الابيض ده، وتحطيها مثلا تحت الابط او بين الفخذين. فانت حطيتي المعلقه الميه، بليتيها ميه، حطيتي الدقيق عليها، بقى الدقيق لازق فين في الجلد. تسيبيها 5 دقائق و10 دقائق، وتروحي جايبه لي حته شاشه او حته قماشه وتيفر شكلها ايه، بس انا عايز حاجه خشنه شويه، وتفركيها، تفركي المنطقه دي، الدقيق ده تفركيه، الشاشه ناشفه، تفركي المنطقه دي. وخلي بالك انا بستخدم لفظ تفركي، اللي هو لازم تبقى جامد. ليه؟ اول المناطق السوداء دي خاصه في المناطق الحساسه بتبقى صعبه قوي، وتبقى الجلد سميك قوي، هي منطقه جلد اسودت، فلازم اشيل المنطقه دي. فطبعا مش بنفركها كده عشان نطلع الجلد، برافو عليك، بتطلع الايه، الحتت اللي هي السوداء دي، عشان كده قلت لك تفركيها، يعني ايه، تدعكيها كده جامد شويه. خلاص خلصنا ده، هتحط الوصفه اللي انا هقول لك عليها اللي احنا هنعملها على الهواء. داليا، احنا هنعمل وصفه دلوقتي لتفتيح الاماكن الدكنه، سواء كان الكوع، الركبه، خلف الركبه، بين الفخذين، تحت الابط. دي وصفه لتفتيح الاماكن الدكنه ببساطه شديده جدا، هم حاجتين صغيرين جدا، معلقتين ترمس مطحون وثلاث معالق لبن حليب. ادي الوصفه بتاعتنا اهو، معلقتين ترمس مطحون، طبعا اهم انا جايب معايرينهم، طبعا بشكر فريق الاعداد اللي هم عاملين لي الشغل العالي ده، والله العظيم العيال دول ربنا يبارك لهم. يعني جايبين معلقتين ترمس مطحون وثلاث معالق، ثلاث معالق لبن. ادي اللبن، لبن عادي، لبن عادي، لبن زبادي بتاعنا. ولا لازم لبن؟ لا لبن. لبن، في فرق بين اللبن والزبادي. اوكي، في فرق بين اللبن والزبادي، حطيته اهو. وخلي بالك برضو الوصفه في الترمس المطحون ده مهمه قوي، مهمه قوي. ليه؟ الترمس ده لما بتدهنيه، لما بتدهنيه تحت الابط او بين الفخذين او على الكوع او البتاع، بيبقى في حته حبيبات كده، عارف زي السكراب كده، اللي هو الكريم اللي فلما تيجي تشيليه بيروح شايل معاه حته الجلديه اللي هي الايه، السودا اللي شكلها اسود دي. طبعا خلي بالك المناطق دي في ستات بتتعذب فيها كتير، وتروح تعمل ليزر وتعمل حاجات كده كتير قوي، وتبوظ اكتر، وتقشير كيميائي وتقشير بارد، برافو عليك، وعلى السخن وعلى البارد، ورد على السخن ورد على البارد، وفي الاخر بتتبهدل اخر بهدله، في الاخر بتصد اكتر. في ستات بيعملوا الحاجات دي كلها، وتلاقي ممكن يرجع بعد فتره. برافو عليك. فاحنا عايزين نقول يا جماعه، لو بالحاجه الطبيعيه وتجيب معايا نتيجه، حتى لو اخرت، يعني لو انت هتروح تعملي مثلا تقشير والكلام ده في اسبوع، ولا في اتنين، ولا في جلسه، ولا في جلستين، لا انا هستخدم الوصفه دي لمده شهر، مش هتفرق معايا كتير. يبقى انا قبل ما استخدم الوصفه بتاعتي دي، واخد بالك، قبل ما استخدم الوصفه بتاعتي دي اللي انا عاملها دلوقتي، قلنا معلقتين ترمس مطحون وثلاث معالق حليب اللي هو لبن يعني، ودي الوصفه بتاعتي انا عملتها اهي، هحطه على الاماكن المرتب بتاعها من 15 ل 20 دقيقه كل يوم اول اسبوع، وبعد كده هدهنها، هتحطها ثلاث مرات في الاسبوع. حلو كده. بعديها لازم احط كريم مرطب بعديها، يبقى انا عشان خاطر افتح دي الوصفه تاني، معلقتين كبيره ترمس مطحون، ثلاث معالق حليب، اقلبهم كويس، احطهم على الاماكن اللي عايز افتحها الصبح وبالليل لمده من اسبوع، يوميا لمده اسبوع، مره واحده في اليوم يعني، وبعد كده استخدمها مرتين او ثلاثه في الاسبوع. بعدها احط كريم مرطب، بحط كريم مرطب، احنا عندنا كمان مرطب، برافو عليك، عشان الجلد ما يتهبش. انا عندي كريم مرطب اهو، بصوا يا جماعه ده الكريم اهو بالخوخ، ده كريم مرطب من عندنا، طبعا ده مترخص برضه من وزاره الصحه، وقلنا مترخص وزاره الصحه يعني امن، يعني فعال، يعني ليس له اثار جانبيه. بصي مقفول، ده جايبينه من بيروت اساسا، الرخصه بتاعتنا طالعه ان احنا نصنعه في مصنع في بيروت. اصعب حاجه بواجهها في حياتي، وفريق الاعداد بيسيبني اتدبس فيها، كان انا افتح علبه زي دي على الهواء، فاهمه؟ لان العلبه بتبقى ماسكه جامد اهو، فتحناه اهو، ده الكريم اهو، شكله تحفه، يبقى اكيد ريحته تحفه. ده الكريم اهو، كريم مرطب بالخوخ، ده بالخوخ ده ولا ايه يا ولاد؟ بالخوخ، انا بحب الخوخ قوي، خلي بالك. ده الكريم المرطب اهو، اهو بتحطيه في الاماكن اللي انت هديهولك تشميه دلوقتي. بصي شمي كده وحط حته كده منه بس بعد اذن سيادتك، معلش عشان تقولي برضو للجمهور بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى.
وبص الكريم عامل ازاي. ده الكريم المرطب ده اللي احنا بنتكلمنا عنه، ده موجود عندنا على عن طريق 16022 او عن طريق التليفونات الموجوده عندك على الشاشه. هتحسه كمان لوشن يعني، بالظبط كده، خفيف كده، القوام بتاعه ما هوش بيلزق. لا ناعم وريحته حلوه بجد. ما هو ده باين على المعلم. اعمل ايه؟